نعزز من وجود العفة في المجتمع عن طريق الأب والأم، عن طريق التربية، عن طريق المكان اللي عايشين فيه، بالمبادئ المفروض من صغرنا الناس بتنشأ عليها زي العفة والصدق والأمانة والتسامح والعفو وكل الحاجات دي. عزيمة بالصلاة والصوم والزكاة قراءة القرآن، وبعدين جاي لنا كمان شهر رمضان، يعني ايه شهر مفترق ده فيه التسامح والرضا والمحبة بيننا وبين بعض. كل واحد المفروض تبقى العفة دي في ضميره، في نفسه أو في عمله. الدين معاملة، فلازم تبقى العفة دي موجودة. انت اساسا ما التزمتش بالفريم او الاطار اللي المفروض نمشي فيه، فطبيعي لما هتخرج عنه هتبقى فيه مشاكل وتبقى فيه سلبيات وتبقى ظاهرات كمان مستجدة علينا زي اللي بنسمع عنه وبنشوفه دلوقتي. البعد عن الدين، البعد عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية هو ده اللي خلينا نبعد عن اي حاجة حلوة. الاهمال، السرقة، التشرد، السجن، المخدرات، كنا يكون في سرقة، يكون في شغبات، حاجات مش كويسه. دي طبعا تنتج عليها حاجات كتيره، المشاجرات والسلبيات اللي انت تشوفها في الشارع ديت. لما تفهم دينك صح هيبقى عندك عفه وامانه وصدق وكل حاجه. احنا يعني عايشين في غابه، لكننا عايشين في غابه بالظبط. القوي هياكل الضعيف. هنبقى زي الدول اللي بره اللي ما تعرفش حاجه عن الدين ولا الاسلام ولا المعامله الدين تبقى ازاي. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. سمعنا التقرير وبيتكلم على العفة، ويظهر أن العفة دي حاجة جميلة، يعني داخلة في كل الأخلاق. فعشان كده قالوا أهم حاجة الدين. الدين هنا بمعنى الأخلاق. إذا تحققت فيك الأخلاق عيب عندك عفة. وبعضهم قال الأمانة، وبعضهم قال الحديث صدق الحديث. وده على فكرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باين ثوابه وفضله في الحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني لو الأربعة دول عندك ما يهمكش أي حاجة تانية تفوتك من الدنيا، ما تخافش تقدر تعوضها. ما هو خلي بالك إن المال ممكن يجي، إنما الأخلاق الحميدة عاوزة تربية وتاخد وقت، بس لو مشيت فيها بتيجي. ايه هم بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هم اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اول شيء قال حفظ امانه، يبقى الواحد يحفظ الامانه، وصدق حديث، وحسن خليقه يعني اخلاق حسنه، وعفه في طعمه. يعني ايه؟ يعني عندك عفاف في الاكل، ما بتطلبش اكل غيرك ولا بتبص للي في ايد غيرك. ده هو العفاف. شوفي العفاف عينتك في الاخر ان انت هتتحقق بصفات جميله جدا كتير. يبقى مش هبص اللي في ايد غيري، يعني مش هحسده ولا هحقد عليه ولا اتمنى ان يزول من ايده ويجيلي، ولا ان انا افضل اتعب في قلبي بسبب هذا الامر، لا. وسيدنا النبي قال ايه بقى؟ الاربعه دول عندك ما يهمكش الدنيا كلها، لأن الدنيا مادية، إنما الحاجات دي معنوية. ولا يذهب بك إلى الله عز وجل إلا الأشياء المعنوية، الأخلاق. حتى المادة لو أنت بتنفق في سبيل الله أنت بتنفقها خالصا لوجه الله، أدي الحاجة المعنوية. ومن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، وعشان نبين هنا إن ربنا، أنا بكلم بقى حديثي هنا للشباب ازاي تكون العفة معاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاثة حق على الله ان يعينهم. يبقى هيعينهم ربنا عز وجل. منهم مين؟ الاول قال مجاهد في سبيل الله، والتاني والتالت اللي همنا فيه اللي هو الذي او الناكح الذي يريد ان يعف نفسه. يعني هو عاوز يروح يتجوز وعنده مال قليل. انا بقول للشباب والشابات اهو، بس ربنا يعني ما عنديش شقه لسه، او الشبكه مش قوي،
او المهر مش مكتمل معايا، بس انا شاب وممكن اقع في الخطأ والخطيئة، او انا بنت بخاطب بقى اولياء الامور للبنات، يعني سهل. خلي بالك انت كده، ده رسولنا بيقول حق على الله ان يعينهم، وفي حق على الله تفضلا منه سبحانه وتعالى. لذلك اي شاب اما بيجي بقى يخش في موضوع الفتحة والخطوبة والحاجات دي يقول لك معرفش جات لي الفلوس منين، دي هي الاعانة من الله عز وجل. ليه؟ عشان انت رايح تتجوز عشان تعف نفسك وتعف البنت اللي هتاخدها. خلي بالك ان ابو البنت نفس الشيء، لو انا عاوز اجوز البنت وبسهل مع الشاب ربنا هيعينك. ده مش بس ده قال الناكح ومن يساعد الناكح اللي هو ابو البنت او وليها. يبقى كانك انت ايها الشاب لما عاوز تمشي صح بالاخلاق، عاوز تمشي وغريزتك ماشيه في طبيعتها او في طريقها الطبيعي، ان انت تتجوز ربنا هيساعدك. يعني لو ما عندكش شقة مش لازم تمليك، تبقى أجار. مش لازم تبقى 4 و5 أوض، تبقى أوضتين. مش لازم عفش يملى الدنيا كلها، لا يبقى قليل. هنا يبقى ربنا عز وجل هيعينك. لذلك ما في حد بيتجوز كده إلا ربنا يوسع عليه من أوضتين لثلاثة لأكثر، وتلاقي إن هو ينتقل من إيجار لتمليك مثلا أو شيء من هذا، أو يفضل زي ما هو. المهم إن هيلاقي الإعانة من